الحفاظ على رأس مالك هو هدفنا. جميع الخدمات والنصائح لتحترف في مجال العملات الرقمية. عالم العملات الرقمية هو الصحيح النافذ على العالم والحرية المالية. صفقات مدروسة بنسبة أرباح عالية ودقة بالتحليل. شباب، هاي أرباحنا من قناة التليجرام. انضم لألي على الرابط اللي بأسفل الفيديو لتاخذ أهم الصفقات الناجحة. رسميا شراء تطبيق تويتر من قبل إيلون ماسك بقيمة 44 مليار. طبعا هالشخص بيملك سبيس إكس وشركة تسلا. بعد شراء التويتر أطلق تغريدة تم تحرير الطائر، وطبعا من هدف هاي الصفقة تطوير المواقع التواصل الاجتماعي. وطبعا راح يتم ربط التويتر بتقنية البلوكشين. مع هاي الأخبار لشخص الداعم عملة الدوجكوين، انفجرت عملة الدوجكوين وممكن تكسر الترند الهابط عند منطقة الحاسمة 9 سنت. من المتوقع تتوجه العملة إلى 12 سنت، وهالعملة صار في عليها اهتمام كتير من قبل المستثمرين بعد ما كانت عملة ميم مهملة. وطبعا بعد ما يتم ربط التويتر مع تقنية البلوكشين، هالعملة ممكن تنطلق ويصير في إلى ارتفاعات كبيرة. يعني ممكن تشلف فيها مبلغ بسيط ما يأثر على محفظتك، وبتلاقي بالأيام مبلغ منيح. وهذا كان كل شيء بخص أخبار عملة الدوجكوين. وإذا كنت وصلت معي لهي النقطة، ألف تحية وشكر لك وصديقي، اشتراكك بيدعمني كثير.